Hey everyone, how are you today? We are your English teachers at Hibatullah Schools. We hope and pray to see you happy each time and day. Today, our lesson will be about working with words, the suffix ion. وهو ما يسمى بالمقطع اللاحق. المقطع اللاحق هو عبارة عن مقطع نضيفه في نهاية الكلمة. Okay. هذه المقاطع نضيفها للكلمات okay. حتى نغير معناها أو حتى ممكن نتغير اشتقاقها. Okay. We use the suffix ion to change some verbs into nouns. نحن نستخدم المقطع اللاحق اللي هو ion حتى نقوم بتغيير بعض الأفعال إلى أسماء، يعني بنحول أفعال معينة إلى أسماء. هون إحنا بنحول معنى واشتقاق. أوكي؟ بدي أركز على some verbs. Some verbs يعني بعض الأفعال وليس جميع الأفعال، إنه مش كل الأفعال بيزبط إنه نضيف لها ION. برجع بعيد وبحكي إنه المقطع اللاحق هو عبارة عن مقطع نضيفه في نهاية الكلمة. أوكي؟ حتى نغير معناها أو حتى لنغير اشتقاقها. طيب هلأ أنا حكيت رح أضيف الـ ION إلى بعض الأفعال حتى أغير معناها واشتقاقها، أحولها من فعل إلى اسم. تمام؟ هلأ مثلا عندي for example الفعل هو protect، يحمي. بدي أحولها لاسم هتصير protection بمعنى حماية. زي ما إحنا شايفين تحولت من فعل لاسم لما ضفت لها الـ ION وتحول المعنى من يحمي إلى حماية اسم. collect يجمع، collection مجموعة. discuss يناقش، discussion مناقشة. invent يخترع، invention اختراع. direct يوجه، direction اتجاه. express يعبر، expression تعبير. act يمثل أو يتحرك للقيام بشيء ما. action بمعنى حركة. طيب نيجي الآن على ملاحظة ممكن تورد لنا في بعض الأفعال. when the verb ends in e we will remove the e then add the ion. إذا انتهى الفعل بحرف e يعني ال e بتكون e أصلية بالفعل، إيش بنعمل بهاي الحالة؟ رح نحذف ال e، بعد هيك نضيف الـ ION. في البداية نحذف الـ E ومن ثم نقوم بإضافة الـ ION. Let's go and see some examples here. عندي congratulate بمعنى يهنئ، انتهى هذا الفعل بـ E أصلية. حتى أحولها لإسم بدي أضيف لها ION بمعنى تهنئة. أوكي، رح نحذف الـ E ونضيف الـ ION بتصير congratulations. هي بمعنى تهنئة. congratulate معنى يهنئ أو يبارك. congratulation اللي هي تهنئة أو مباركة. decorate معناها يزخرف أو يزين. decoration معناها ديكور، زينة أو مزخرفة. pollute يلوث، pollution تلوث. celebrate يحتفل، celebration احتفال. زي ما انتم شايفين هون عندي هاي الافعال انتهت ب اي اصليه حتى نحولها لناون، حذفنا الاي بعدين اضفنا الاي او ان. طيب هلا انا المهم بقاعدتي مش انه اعرف انه هذا الفعل رح اضيف له اي او ان، المهم عندي اني متى استخدم المجموعه الاولى اللي هي افعال ومتى استخدم المجموعه الثانيه اللي هي اسم، متى احط فعل بالجملة ومتى استخدم اسم بالجملة بناء على ايش. هل انا رح اختار؟ لا، اكيد في عندي قواعد معينة هي اللي بتخليني استخدم اما فعل او اسم. في عندي دلائل بتدلني انه لازم يجي هون فعل، في عندي دلائل برضو كمان بتدلني انه هون لازم يجي اسم مش فعل. طيب الارح سوا نتعرف يا خامس انه متى لازم نستخدم فعل بالجملة، فعل يعني بدون ION. اوكي،
بدون الاي او ان. هلا اول حاله نستخدم فيها الفعل هي بعد الافعال الناقصه اللي هي المودلز الكان كود ويل وود شل شود. اوكي هلا اذا اجى اي فعل ناقص بالجمله رح يجي مباشره بعده فعل وليس اسم، يعني فعل بدون ما اضيف الاي او ان. For example عندي هون sharks can protect many kinds of fish. عندي اجا هون بالجملة can مباشرة رح احط بالفراغ اذا كان عندي فراغ او دائرة رح اختار الفعل اللي هي protect مش protection. طيب الملاحظة الثانية انه متى ممكن استخدم فعل هي بعد to. بعد to اوكي اللي هي بمعنى لي او حتى اوكي بمعنى الكوز سبب اوكي نستخدمها بالجملة اوكي ولازم يجي بعدها فعل والفعل دائما خذها قاعدة يا خامس دائما الفعل بعد to يأتي مجرد بدون أي إضافة اوكي. نيجي على المثال Helen is going to celebrate with her cousins. وردت عندي to بالجملة بهاي الحالة دائما بعد to اوكي يأتي بعدها فعل يعني بدون I O N. برضو كمان عندي دليل آخر إنه متى بستخدم فعل بعد ضمائر الفاعل أو إذا ورد عندي فاعل بالجملة نستخدم فعل. إحنا بنعرف يا خامس كلياتنا إن الجملة باللغة الإنجليزية بتتكون من subject verb object صح؟ subject verb object. إذا السبجكت كان موجود عندي جاهز إيش لازم يجي بعده؟ فعل اللي هي verb. أوكي هاي عندي أنا الفاعل they. They pollute the wildlife park. عندي they الفاعل موجود مباشرة مش عندي فعل أكيد لازم يجي دائما بعد الفاعل لازم يجي عندي فعل. طيب برضه كمان ملاحظة أن لازم أستخدم فعل بعد إذا ورد عندي بالجملة الفعل هو let's أو let us. دائما إذا شفته بالجملة لازم أستخدم بعده فعل let's decorate. Let's decorate our class. ما بصير أحكي let's decoration. Let's decorate. Okay. دائما بيجي بعدها فعل. طيب الآن رح ننتقل سوا ونتعرف متى ممكن أستخدم اسم بالجملة. هلا when do we use a noun؟ أول شيء إنه دائما أنا بختار اسم بعد الصفة. إذا ورد عندي صفة بالجملة دائما بعرف إنه دائما بعد الصفة بيجي عندي اسم. إحنا كلياتنا بنعرف إنه adjectives describe nouns إنه الصفات تصف الأسماء إنه دائما بعد الصفة رح يجي اسم توصفه. بهاي الحالة إذا ورد عندي صفة بالجملة أنا رح أستخدم اسم. إيش يعني اسم؟ يعني رح أضيف للفعل I O N. تمام؟ For example the kids have a big celebration today. Big صفة بدي يجي بعدها اسم اللي هي بإضافة الـ I O N. طيب بعد الفعل ممكن رح يجي عندي وأستخدم اسم. أنا عندي حكيت لكم الجملة بتتكون من subject verb object. Object رح يكون اسم أوكي أو ضمير بس أنا عم بحكي هون أنا ممكن متى أستخدم اسم. أوكي هلا الفاعل موجود الفعل اجى بعدهم تمام بده يجي عندي هون اسم يعني ما رح اختار كمان فعل رح اختار الفعل رح يكون مضاف له اي او ان يعني اسم protection they need protection from danger. طيب كمان بستخدم اسم بعد الارتكلز اذا ورد عندي ارتكل بالجمله مباشره بعرف انه دائما لازم يجي بعدها اسم. اوكي ايش هم الارتكلز؟ الا والان والذا دائما بيجي بعدهم اسم. He has a collection of science books. اوكي عندي a هي article ورد عندي بعدها هي اسم collection ما حكيت collect حكيت collection انه في عندي article. طيب نشوف كمان متى ممكن استخدم اسم بعد الارقام. اذا ورد عندي رقم في الجملة بالعادة يأتي بعده اسم يعني بإضافة ال I O N. Amy has the first discussion. دائما بعد الأرقام سواء كانت numbers عادية أو حتى أرقام ترتيبية first, second, third
برضو كمان بيجي بعدهم أسماء. طيب برضو كمان بعد الأسماء نختار أسماء أخرى، يعني بمعنى أسماء مركبة. أوكي، كونه الفعل موجود. أوكي، هاي الفعل، بعدين أجي عندي هون الأوبجكت، أكيد هاي كلها راح تكون إيش؟ فاعل، نون. ممكن كمان تورد عندي أسماء مركبة، water pollution. أوكي، هذا عبارة عن اسم مركب. water pollution is a national problem. تلوث الماء هو عبارة عن مشكلة وطنية. طيب ننتقل الآن لمتى ممكن كمان أستخدم اسم بعد lots of, some, much, many, any، محددات الكمية. أوكي، بعد هاي الكلمات رح يجي عندي اسم there are lots of decorations in the park. ورد عندي lots of، أنا بعرف وبشوف، بس إذا جت عندي بالجملة lots of مباشرة بعرف إنه لازم يجي بعدها اسم. الآن يا خامس رح ننتقل سوا على تمارين. أوكي، رح نحلها سوا. طيب عندي هون read and circle. We made this banner to congratulate, okay, you on winning the race. وردت عندي بالجملة to. أنا بعرف إنه دائما بعد to رح يجي عندي فعل، لهيك اخترت congratulate، ما حكيت congratulations. Number two, he got lost because he walked in the wrong. عندي wrong هون صفة، adjective. دائما بعد الصفات بيجي عندي اسم، فرح نختار direction اللي هي ION. Number three، مباشرة عندي let's. دائما أنا بعرف بعد let's بيجي عندي فعل، فما رح أطلع هون، مباشرة بحط دائرة على الفعل. Let's decorate the room with these balloons and streamers. Number four, the scientist was very pleased with his new. عندي هون new صفة، بعد الصفات بيجي عندي اسم. اوكي، وكمان بعد ضمار الاوبجكت بيجي عندي اسم. اوكي، طيب ننتقل الان على التمرين الاخر. بحكي لي change the verbs into nouns، بدي احول الافعال الى اسماء باستخدام ال ION. بحكي لي استخدم السفكس اللي هو ION. هاي عبارة عن English English meaning، عم بتعرف لي الافعال ايش معناهم وطالب مني اعطيهم النون من هذا الفعل. هلا to discuss هي is to talk about something، تحدث عن شيء، ما هي ايش يناقش. The noun is discussion، الاسم من هذا الفعل هو discussion بمعنى مناقشة. Number two, to protect هي ايش، يعني is to keep something safe from danger، هي البقاء او جعل شيء ما بأمان بعيدا عن الخطر. The noun is protection، حماية. To collect number three is to put and keep a lot of things together، هي وضع أو احتفاظ بالكثير من الأشياء معا. أوكي، بمعنى يجمع. The noun is collection، مجموعة. Number four, to pollute is to make a place dirty and dangerous. To pollute معنى يلوث، هي is to make a place dirty and dangerous، هي جعل مكان قذر وسخ وخطير. Okay، the noun is pollution، هي تلوث. ننتقل الآن على التمرين الموجود عندي هون، آخر تمرين. بحكي لي read and circle. In my class we did a project about animals in danger. We had a pig. أجلس عندي هون صفة، دائما بعد الصفة رح نستخدم اسم، رح نضيف هون ION. Okay. We had a big discussion about how we can. عندي هون الفعل كان، أنا حكيت بعد كان رح يجي عندي فعل. How we can protect animals like tigers and gorillas. We need to. بعد to بيجي عندي فعل. We need to act to keep them safe. They need. عندي فاعل. فعل بيجي بعديها اسم. They need protection from danger and pollution. Our class can't go to the jungle, so we decided to have an information day to teach people and to. بعد to بيجي عندي فعل، هي to collect.
money.